حياكم الله من جديد. من المعروف دائما بأن التخطيط هو أحد الأمور الهامة جدا في الحياة الشخصية للفرد، وذلك من أجل مساعدته بشكل جيد على تنظيم الوقت الخاص به والقيام باستغلاله بشكل منتظم كلما أمكن ذلك. من هنا تبرز أهمية دورات التخطيط لدى الكثير ممن يقبلون عليها. في ذات الموضوع من جانب آخر، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأكاديمي سعودي وهو يعترف بأنه كان يقدم دورات في التخطيط وإدارة الوقت لسنوات بدون خطة. حول هذا الموضوع أسعد بأن يكون معي من استديوهاتنا في جدة الأستاذ الدكتور يعني الله القرني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. مساء الخير بروفيسور. الله يمسيك بالنور والسرور، وأنا سعيد جدا بوجودي معاكم. الله يحييك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحقق الفائدة إن شاء الله من هذا إن شاء الله. بروف، بالبداية خليني أسألك عن مفهوم التخطيط وتحديد الأهداف، يعني ما هو مفهومها؟ طيب خلينا بلغة بسيطة كذا نوصل للمشاهدين والمشاهدات ماذا نقصد بمفهوم التخطيط. التخطيط باختصار شديد هو النشاط الذي ينقلك من وضعك الحالي إلى الوضع الذي تأمل بالوصول إليه عن طريق تصميم أعمالك وتصميم برامجك. أيضا حتى يعني تنقل للمشاهدين والمشاهدات بطريقة بسيطة جدا، التخطيط يجيب على ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: أين أنا الآن؟ السؤال الثاني: أين أريد أن أكون؟ السؤال الثالث وهو الأهم: ما هي الأساليب والطرق والخطوات التي تنقلني من هذا الواقع إلى الصورة المأمولة التي أأمل بالوصول إليها؟ أيضا علشان نبسط المفهوم أكثر أخي جمال، يعني خلينا بس نقول للمشاهدين والمشاهدات مثلا على سبيل المثال، لو يسمعني الآن شاب وهذا الشاب أعزب مثلا، يريد أن بعد سنتين أن يرتبط ويكون متزوج، إذن أنت الآن واقعك أنك أعزب وتريد أن تكون متزوج، إذن هناك مجموعة من الأساليب التي ستنقلك من هنا إلى هناك. لو أنت حاصل على درجة البكالوريوس حاليا وتريد أن تحصل على درجة الماجستير، فالتخطيط سينقلك من البكالوريوس إلى ماذا؟ إلى الماجستير. هذا باختصار شديد وبلغة بسيطة ومفهومة حتى تصل لجميع من يسمعنا الآن. كيف يبدأ الشخص في بناء خطة؟ طيب هي دائما المشكلة يعني تكمن في البدايات، لكن خليني بس أضع مجموعة من النقاط الهامة علشان يبدأ الإنسان في بناء الخطة. أولا لازم يحط الإنسان في باله أنه في ثلاثة أركان يجب أن تقوم عليها هذه الخطة الشخصية: حق الله سبحانه وتعالى، حق النفس، وحق الآخرين. هذه ثلاثة أركان جدا مهمة أن تكون موجودة داخل الخطة. رقم اثنين أخي جمال، يجب أن يكون التخطيط على أساس الاحتياج، يعني ما يطلع لي واحد يحط لي هدف يريد أن يحقق هدفا معينا وهو لا يحتاجه. يا أخي أنت إذا إمكانياتك مثلا بسيطة ومعك سيارة يعني كاملة، يكون واقعي. ليش ما لازم يكون واقعي؟ لا تروح تخطط لي على شغلة يعني لا تحتاجها. إذا أنت متزوج ومبسوط مع زوجتك حاليا واحتياجاتك ملبة، لماذا تفكر في الزواج من الثانية وتضع خطة للزواج من الثانية؟ إذن يجب أن يكون التخطيط على أساس الاحتياج وعلى أساس الإمكانيات التي أنت فيها الآن. أيضا نقطة ثالثة مهمة جدا في عملية بناء الخطة: الحياة أخي جمال عبارة عن عجلة، والعجلة لا تتحرك إلا بحالة من التوازن بين جوانبها المختلفة. فلازم يكون عندي أهداف في الجانب الإيماني، وعندي أهداف في الجانب الاجتماعي، وعندي أهداف في الجانب المالي الاقتصادي، وفي الجانب العلمي، وفي الجانب الوظيفي، وفي الجانب الصحي. يعني أنا أضع في الجوانب كلها مجموعة من الأهداف حتى تسير عجلة الحياة بتوازن وأنا أشعر بأنني أسير بالاتجاه الصحيح. طيب إذا تسمح لي ولو أطلت عليك، لا لأنه السؤال جدا مهم أخي جمال. الله يسعدك حبيبي دنيا وآخرة. الآن مثلا على سبيل المثال، يعني حنا في الجانب الإيماني مثلا، أنا أقول للناس بكل بساطة أكتب هدف مثلا، إيش تكتب فيه؟ تقول
صيام 36 يوما من كل سنة تطوعا بمعدل 3 أيام كل شهر وستة أيام في شوال. هذه كم عددها؟ 36 يوم تطوع. ثم تضع لنفسك جدولا زمنيا من شهر 1 إلى شهر 12. الآن 2023 على الأبواب، فرصة إنه حنا نبدأ في التخطيط. الآن ستبدأ شهر 1، ها تصوم 3 أيام، ثم تسجل إيش؟ ثم تسجل علامة التنفيذ. هذه علامة التنفيذ لوحدها ستشحنك من الداخل لصيام 6 أيام في الشهر وليس 3، لأن كل ما شعرت بالإنجاز كلما تقدمت أكثر يكون في حافز لك لتقديم أكثر. أكيد أكيد. وطبعا الأهداف ليست فقط زي ما قلت لك، يعني يجب أن تكون في جميع ماذا في جميع المراحل. وإذا سمحت لي برضو يعني في نقطة جدا مهمة أخي جمال في الموضوع هذا. نعم. يعني الإنسان اللي بيبني خطة يبني خطة على أساس نقاط قوته وعلى أساس نقاط ضعفه. يعني مثلا على سبيل المثال، حنا نحب ضرب الأمثلة للناس على أساس الناس يعني تصل لها الفكرة بكل بساطة. لو افترضنا مثلا أن شابا الآن يسمعني وعنده حالة من الخوف من التواصل مع الآخرين، عنده شيء من الرهاب الاجتماعي، يعني هذه نقطة ضعف. طيب نقطة الضعف هذه إيش حتسوي فيك في المستقبل؟ في المستقبل أنت لو تقدمت على فرصة وظيفية وأجروا معك مقابلة قد تفقد الفرصة بسبب ارتباكك. لذلك ضع هدفا لمعالجة هذا الضعف، وضع هدفا آخر لاستغلال جوانب القوة الموجودة لديك. جيد، أفهم من حديثك إذن بروف أنه لابد أن تكون الخطة شاملة، اجتماعية، اقتصادية، نفسية، إيمانية، عقدية، كل هذه الجوانب لابد أن تشملها الخطة. أتفق معك تماما. أنا قلت أن الحياة عجلة والعجلة لا تسير إلا بالتوازن. يعني أنا أقول لك شيء أخوي جمال، الآن ممكن تجي تلاقي لك واحد رجل أعمال وناجح جدا في الجانب الاقتصادي، ولكنه ليس ناجحا في الجانب الاجتماعي في الجانب الأسري. وهذه إشكالية كبيرة. النجاح أنا كيف أصفه؟ النجاح هو خلطة من التوازن، أو من التوازن بين جميع جوانب الحياة. ممكن تلاقي واحد يلهث ويطرد علشان الجانب الاقتصادي فقط، بينما حاجاته ملباة، ويظل حياته كلها يلهث وراء المال وينسى أن لديه والدين ولديه أسرة ولديه أطفال ولديه جانب علمي ولديه جانب صحي. كيف تدهور صحته؟ التوازن هذا يعني الكثير من الناجحين، وصح لي إذا غلطان، بس الكثير من الناجحين تجد أنه مركز تركيز كبير جدا على هدف معين، ومجير كل طاقته وكل أدواته وكل وقته لتحقيق هالهدف. يقول لك أنا بركز على هالهدف، بعدين أجي على الجوانب الاجتماعية، بعدين أجي على الجوانب الثانية. كيف أحقق هالتوازن؟ والله يا سيدي، شوف أخي جمال، أنت الآن تركز على الجانب الإعلامي مثلا بحكم تخصصك وتمنحه فرصة، لكنك إذا انتهيت من هذا البرنامج ستعود إلى أسرتك وستعيش معهم أجمل اللحظات. غدا ستذهب إلى عمل حر مثلا، إذا أنت مطالب، هتجلس بعد صلاة الفجر وتقرأ وردك. صدقني حالة عدم التوازن الموجودة تسبب خلل كبير في حياة الشخص. أحيانا ينتاب الإنسان منه شيء من القلق وشيء من الحيرة، ويتذكر بس كذا. لما يتذكر ويتأمل في أفعاله وسلوكاته وكذا، يجد أنه يغلب جانب على ماذا؟ على جانب آخر. حالة التوازن ليست صعبة أخي جمال. البداية بكل بساطة، اكتب خطة وضع عنوان الجانب الذي ذكرت لك، وضع تحت كل جانب هدف، ويمكنك تحقيق هذه الأهداف بالتزامن. أيوة. لأنه أنا سمعتك قبل شوية تقول خليه يركز وبعد ما يخلص من هذا يروح لإيش؟ أيوة. يروح اللي لغيره. بعده. لا، هذا لا يتنافى مع التركيز مطلقا. يا أخي أنت ركز على أكثر من ماذا؟ ركز على أكثر من هدف. طيب هنا من التوازن. هنا في سؤال مهم جدا بروف، كيف أقدر يعني أفرق بين الأهداف اللي ذات الأولوية القصوى وبين الأهداف الثانوية؟
يا سلام عليك، يا سلام عليك. الآن في مصفوفة مشهورة جدا ويتداولها كثير من الناس، لكن بكل أسف نحن قوم يعني نعرف ولا نعمل، يعني نشوف ولا نطبق بكل أسف. ايوه انا صحيح. وهذه مشكله والله اشكاليه مره كبيره. طيب. يعني شوف في مصفوفه جميله جدا اسمها مصفوفه إيزنهاور، يقدم او يصنف المهمات الى اربعه اقسام. القسم الاول المهمات الهامه والعاجله. دحين لما يتصل عليك مثلا، لما يتصل عليك رئيسك في العمل ويقول لك عندك اجتماع الان، هذا ايش هي؟ هذا صنفها هامه وعاجله. طيب في نعم هامه وعاجله. المربع الثاني الهام غير العاجل، هام وغير عاجل. فمثلا التخطيط هام وغير عاجل، التدريب هام وغير عاجل، القراءة هامة وغير عاجلة، بناء العلاقات مع الآخرين هامة ولكنها غير عاجلة. أيضا في قسم، في قسم عاجل وغير مهم. الآن أنا جالس معاك، يمكن في مباراة كرة قدم الآن، طيب مباراة كرة القدم هذه عاجلة ولكنها غير مهمة. وفي مربع الأخير الذي لا نريد أن نتواجد فيه مطلقا، وهو غير المهم وغير العاجل. أنا أرجع لسؤالك الجميل اللي أنت طرحته، هذا التصنيف مو تصنيف وخلاص انتهينا، لا، تصنيف تطبقه يا حبيبي. يعني مثلا أعطيك مثال، الآن حنا جالسين نتفرج مثلا على مباراة فرنسا والأرجنتين في كأس العالم، عرس كروي رائع جدا والإنسان مستمتع يتفرج. أذن علينا صلاة العشاء هنا وحنا في مكة، هنا في منطقة مكة المكرمة يأذن عليك العشاء ويش والمباراة شغالة. طيب الأذان الآن يقول لك الصلاة هامة عاجلة والمباراة عاجلة وغير مهمة. الإشكالية فين هي؟ لما يجلس لي واحد على المباراة يتفرج عليها تنتهي أطوارها والدرس الختامي وبعد كذا يروح إيش يصلي. أولويات مضطربة، أولويات مضطربة. طيب لما يجي طالب الآن أو كثير يمكن من الطلاب والطالبات اللي يسمعونا في هذا الوقت، لما يجي مثلا عنده اختبار بكرة، معناته الدراسة الآن يا حبيبنا إيش هي؟ هام وعاجل. مباراة فريق المفضل، يقدم العاجل غير المهم على العاجل وعلى العاجل المهم. اضطراب الأولويات إشكالية مرة كبيرة. جميل، تحدثنا عن الأهداف، تحدثنا عن أولويتها وكيف ترتب الأولويات هذه. السؤال اللي يمكن كثير من الناس تواجهه، بروف أنا متأكد أنك أنت واجهته هذا السؤال، أنا شخص مثلا أسوف، كثير من الأشخاص يقول لك يا أخي أنا عندي خطة بس المشكلة أني أسوف، أأجل، كيف أتغلب عليه؟ طيب هذا واحد فعلا من أبرز المعيقات التي تعيق التقدم في ماذا؟ في تنفيذ الخطط. يقول لك بكرة باكر، ما ينفذ العمل إلين يصير العمل طواري، يصير طواري، لا بد أن يقوم به. فأنا عندي لهم يعني علاج بإذن الله تعالى فعال. أنا مرة ظهرت على الهواء وقلت إنه علاج وحدة بوحدة، وأنا والله ترى عند كلامي، أنا أقول لك فعلا هذا الدواء علاج وحدة بوحدة. مثلا لو عند شخص مثلا هدف معين والهدف هذا يهرب منه، يقول لك بكرة لا، يعني من يوم اليوم، هذا حنا في أسلوب جميل اسمه أسلوب السبع دقائق. إيش يقول؟ يقول امنح هذا العمل سبع دقائق فقط، وإن شئت عشر فعشر دقائق لا بأس بذلك. طيب بعد ما تبذل مجهود سبع دقائق في تنفيذ هذا الهدف، السؤال بعد انتهاء السبع أو العشر دقائق هل تشعر برغبة في المواصلة؟ إذا كان الجواب نعم انطلق حتى النهاية، إذا كان الجواب لا أترك هذا العمل وامنحه سبع دقائق في وقت آخر. أنا أقول لك وأنا مسؤول عن كلامي، 99% بإذن واحد أحد بإذن الله تعالى من الذين يبدأون سينطلقون حتى ينتهون. طيب وإذا سمحت لي بس تفضل. أنا عندي تجربة شخصية بسيطة كذا. أنا كان عندي صديق عزيز ودائما أقول له
تعال احضر معايا برامج تدريبية. فكان يقول لي مازحا، يعني مازحا كذا، وأقرب الناس إليك هم أزهد الناس فيك. إيش يقول لي؟ يقول لي يا راجل، قال لي طبعا إيش يقول لي هو؟ يقول لي دورتك هذه بمقابل مادي ولا مجانا؟ قلت له لا والله بمقابل مادي. قال يا راجل أنا ما أسمعك بلاش، أقوم أدفع فلوس وأسمعك كمان. يعني شوف أقرب الناس إليك هم أزهد الناس فيك. المهم أخذت الراجل هذا وفي الدورة التدريبية وتعرف على أسلوب السبع دقائق. فكان يشكو لي، إيش يقول؟ يقول يا أخي أنا شاري أرض، والأرض هذه لي فترة شاريها، ولكني ما قدمت على القرض العقاري. طيب ليش ما قدمت على القرض العقاري؟ قال أسوف من يوم اليوم من يوم اليوم. طيب خلينا نطبق أسلوب السبع دقائق. قال كيف؟ قلت تأخذ ملف علاقي أخضر، زمان كان ملف علاقي أخضر صح. طبعا الآن يمكن كل شيء إلكتروني الآن صحيح. أي ملف علاقي أخضر، حط فيه صورة البطاقة وصورة الصك والكروكي بس، وشيل هذا الملف العلاقي حطه على مقعدة الراكب. أنت معلم كل يوم رايح المدرسة جاي، حطه على مقعدة الراكب خليك تشوفه كل يوم. يقول والله رحت يوم الأول الثاني الثالث المدرسة وطالع كل شوية طالع في الـ في الـ في, الـ في الملف هذا. بعدين رحت لمدير المدرسة قلت له أقول لك أنا عندي اليوم حصتين، تسمح لي بعد الحصتين أروح عندي ظرف؟ قال روح. يقول رحت قدمت على القرض ودخلت في السرة. يقول لو قدمت أنا من زمان كان سراي إيش؟ كان سراي قريب. فشوف التسويف إيش ممكن يعيق الأهداف. أنت تحتاج فقط أن تبدأ. طيب يعني هذه نعم جي بروفيسور، أنا بروح المنشور اعترفت فيه بنفسك أنك كنت فيما مضى تدرب الناس ولازلت طبعا على التخطيط، لكن ليس لديك خطة. أي. بصراحة كان منشور مفاجئ. يعني ودي أفهم منك أنت ليش ما بدأت. أي طيب اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. الناس حتسألك ذهين أنت جايب هذا ليش. طيب الله يسعدك حبيبي جمال. الناس أول شيء في لبس في الفهم. يعني هو ما في تدريب بدون تخطيط أبدا، لكني أنا كنت أدرب الناس في المهارات الحياتية، ومن ضمن المهارات الحياتية التخطيط الشخصي. طبعا اللي بيدرب الناس كيف يبني خطة، المفترض يكون هو عنده خطة شخصية مفروض. لكن الحقيقة والواقع أنه لم يكن لدي خطة. كنت أقول للناس نقاط القوة ونقاط الضعف وكيف تكتب هدف وجداول زمنية وشغل، لكن أنا ما كان عندي شيء. اللي حصل يا طويل العمر، جاني دعوة كريمة من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الملك عبد العزيز، وأنهينا برنامج تدريبي من 10 ساعات بمعدل 5 ساعات يوميا في التخطيط وإدارة الوقت. في نهاية اليوم الثاني حضر وكيل العمادة للتعليم المستمر ودخل، ومن باب الثقة في زميله وكذا سأل المتدربين شفوي. المفترض أنهم يعبون استبانات أو يجيبون على رابط معين، ولكن المرة هذه هو حبيش يسألهم أمامي. فكلهم بدأوا يثنون والله كلامه طيب والله ما قصر، إلين وصل إلى واحد، أنا ذكرت اسمه على الهواء وما في باس أذكر اسمه على الهواء الحين. وصل إلى واحد اسمه وليد قشقري. وليد قشقري هذا يعمل كبير مراقبين في الخطوط الجوية السعودية حينها. لما سألوا قال له إيش رأيك كيف كان مدربنا؟ قال والله أسلوبه جميل وكلامه طيب، ولكن بكل أسف أنا لم أحصل على الشيء الذي من أجله أتيت. أنا جيت أبغى تطبيق عملي، أبغى خطة. الرجل هذا كلامه جميل لكن ما قدم لي، ما حقق لي الهدف. الحقيقة صدمني. حاول الوكيل وقتها أنه على قولهم يرقع يعني، لكن خلاص وصلت الرسالة لي. لما رحت البيت أخي جمال تقول لي زوجتي تعش والله ما جالي نفس. بدأت من حينها واستمريت وبديت أكتب خطة. الآن أخي جمال ولله الحمد والمنة، لا تبدأ سنة أبدا إلا وخطتها مكتوبة. من يعن الله القرن في 1-1 ومن يعن الله القرن في 30-12. وشعرت بفرق كبير جدا في حياتي وفي تحقيق ماذا؟ وفي تحقيق الأهداف. جميل واضح الفكرة. طيب قياسا على ما تفضلت به، هل نستطيع القول أنه كثير يمكن من مدربي التخطيط في الغالب يعني ليس لديهم خطة بالأصل؟
والله شوف أنا ما أقدر أجزم، كل واحد يتكلم عن واقعه وعن تجربته الشخصية، أنا ما أقدر أعمم، ما عندي شيء، لكن هو في ممارسات خاطئة في التدريب جيد. وأي واحد بدأ بدري في التدريب أكيد ارتكب بعض الأخطاء. أيه؟ وكلما تأمل في ممارساته كلما عدل طريقة. طيب خلينا ننتقل لك كذا، يعني ننتقل معك يمكن شوية الأسئلة فلسفية أكثر. هل 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 تقول لي اليوم بروف أنه كل الأشخاص الناجحين ابتدأوا حياتهم بخطط وأهداف مرسومة؟ طيب هو هذا السؤال يتردد كثيرا، وكثير من الناس يقولوا إيش، أنا حياتي ماشية بدون مشاكل، أقوم أفكر بالطريقة التي سأقضيها بها، أنت تبغاني أجيب ورقة وقلم وأكتب وكذا. أنا أراك مثلا أخي جمال ناجحا في 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 برنامج هلا، وربما ما يكون عندك مثلا من زمان خطة مكتوبة كيف تصل إلى هذا المستوى مثلا في هذا البرنامج، ولكن أنا طبعا أنا لا يعني لا أقول أن هؤلاء لم ينجحوا، لا نجحوا، ولكن إذا كتبت خطتك وأنا مسؤول عن هذا الكلام، أنا مسؤول عن هذا الكلام أمام المشاهدين والمشاهدات، لو كتبت خطتك كتابة ووضعت لها الجداول الزمنية ستفعل ما لم تفعله فيما لو كانت أهدافك كما قلت في 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 ذاكرتك. يعني أكتب ليش؟ لأنه لما تكتب الهدف الذكي، الهدف له عليك سلطان. كل يوم أنت شايف الخطة فتقول لنفسك خليني أخطو خطوة باتجاه هذا الهدف وأخطو خطوة باتجاه الهدف الآخر، تتفاجأ بأنك فعلت شيء وتقول لنفسك هل هذا كله جاء مني؟ نعم جاء منك، لأنك عرفت كيف تقضي وقتك وعرفت كيف تكتب خطتك. طيب بالجانب الآخر، عندما لا تتحقق الخطط، اللي أنا جيت اليوم حطيت خطط وأهداف وحددت الأولويات وحطيت الجدول الزمني والمستهدفات اللي احتاجها وكيف أصل لهذه الأهداف، لكنني فشلت، هل يعني هذا أنه أو ما وصلت للأهداف، هل يعني ذلك أنه فشل أو أنه والله خطأ، مجرد خطأ في الحسابات؟ أي طيب الله يسعدك حبيبنا، أنا أقول أي تجربة ينخرط فيها الإنسان حتما سيحقق نجاح وسيستفيد من كل خطوة يخطوها، ليس شرطا، اسمع هذا كلام وهو كلام مهم جدا، ليس شرطا أن تتحقق الخطة 100%. أغلب الخطط الشخصية لا تصل إلى هذه الدرجة، لو حققت من خطتك 60-70% أنا أضرب لك تحية. يا أخي الحبيب، يا أخي الحبيب، يعني واحد مثلا على سبيل المثال، خليني أفترض مثال إنه شخص مثلا يحمل درجة البكالوريوس ويريد أن يكمل درجة الماجستير. طيب أنت كيف تصل إلى درجة الماجستير؟ في مجموعة من المعايير، الجامعات الآن تيجي تقول لك معدلك في البكالوريوس 2 اختبار قدرات الجامعيين، 3 قدراتك في اللغة أو مستواك في اللغة الإنجليزية، 4 خبراتك. طيب إذا أنت يا طويل العمر باني أنك تقبل وتدخل هذا العام، ما دخلت، أنت ما دخلت، هل هذا يعني أنه لم تتحقق الخطة؟ لا، أنت خطوت خطوة، قدرات الجامعيين جيد عندك واللغة الإنجليزية جيدة ولسه عليك الخبرات مثلا والدورات، فأنت الآن خطوت مجموعة من الخطوات، ليس شرطا. وبعدين برضو فكرة ثانية علشان نسلي الناس يا جماعة الخير، إذا أنت حطيت لنفسك نهاية معينة للهدف أنه سينتهي في تاريخ كذا كذا وبعدين طوف بشهرين بثلاثة، هل هناك مشكلة؟ لا، من أبرز صفات الخطة الشخصية أنها مرنة، ما انتهى اليوم ينتهي بكرة، ما في أي إشكالية. ولذلك ليس يعني الفشل هو تجربة مر بها الإنسان وتعلم منها، ومن الطبيعي جدا أنه عندما ينفذ التجربة مرة أخرى سيتجاوز هذه العقبة بإذن الله تعالى. ما هي رسالتك لمن لا يخطط؟ والله أنا أقول لهم شوف، اللي ما يخططون بارك الله فيك هم الناس الذين يسوفون أو الذين لا يقتنعون بإيش؟ بجدوى التخطيط. التجربة دائما يقول لك خير ماذا؟ خير برهان. يا أخواني أنا بسألكم سؤال،
الآن أنت لو مثلا بكرة رايح على شغلك، رايح على عملك، وعندك مجموعة من ماذا؟ من المهمات. مثلا على سبيل المثال عندك تقرير حتخلصه، مثلا عندك مريض تبغى تزوره، عندك شخص تبغى تتصل عليه، يعني مجموعة من المهمات. قد تأتي في نهاية اليوم وقد نفذت اثنين وتركت ثلاثة، لكن إذا كتبت والقائمة موجودة معك، والقائمة موجودة معك، صدقني ستنهيها كلها. جميل. هذا تخطيط على مستوى اليوم، فما بالك بشخص يخطط على مستوى سنة. أنا ما أقول لكم روح خطط الآن على مستوى 5 سنوات وكذا، خططوا على مستوى السنة. من أنت في 1/1 ومن أنت في 30/12؟ وهذا هو السؤال الأهم. أنا أشكرك جزيل الشكر، بذلك نصل إلى نهاية الحلقة. شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور يعني الله القرني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. شكرا لكم متابعينا، بذلك نصل لختامها. إلى اللقاء.